demo was like before. Или да съм на тигри дома. Думите. Да, е да. Лама бъгаш на дома с неби хев. Чаят. Бита? Агриб дар ازاي؟ تجيب دار؟ لا ما ينفعش. على اساس انا لما بجري لقدام وزني بيخف ولما متوقع انا لما اجري لورا ايه اللي يحصل؟ انا بسالك ايه اللي يحصل؟ مش عارف صعبة دي. لا جس يعني تفكر كده ايه اللي ممكن يحصل لو انت جربت تجيب دار؟ هو وزني هيخف برضه. مش كله جري. مش هعرف اجري لورا اصلا. افترض ان انت جريت لورا ايه اللي هيحصل؟ هو وزني يفضل ثابت زي ما هو. ممكن تقع بس اكيد هقع. لا يعني هيبقى في خلل في اتزاني بس مش 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 اللي هو هقدر اجري يعني. ما اعرفش الصراحه ما بجري لورا بقع مش قوي حسب مش عارف هو الجاذبيه بس هو مش علاقه بالجاذبيه يا علاقه اللي بتاع شلت اللي سائل مش عارفه انا ما بعرفش اجري قدام عشان اجري ورا والله انا بقع في الحالتين ممكن يكون حسب الجاذبية يعني أنا لو ماشي قدام برجع لورا الجاذبية بتقلب مثلا بقى لما بجري إيه ده لما بجري لورا يعني أنا ماشية كده قدام ماشية جاية بقى بجري عكس الجاذبية أنا يعني بجي أرجع لورا بمشي عكس الجاذبية بالظهر ولا تحت؟ أيوة تحت قلت كده واتغبيت بقى مش عارفة وزننا بيتقل عشان عكس إن إحنا بنمشي لقدام بحاول ابقى مبدعه يعني بحاول ابقى مضحكه بس مش نافع لما بطلع قدام وزني بيقل لما برجع لورا بتجري لما الناس بتطلعي قدام لما بجري قدام وزني بيقل لما بجري ورا بشوف الصوره اوضح انا لما باجي ارجع ورا انا بتعب طب ايه العلاقه بين ده والوزن فاكر لما بتجري لقدام وزنك بيخف تمام تجري لورا بقى اللي بيحصل سهله بسيطه ايه مفيش حاجة بتحصل يعني انا مفيش حاجة بتحصل بس هو الواحد ممكن يتعب ماشي او مثلا يتكعبل وزننا بيزيد مثلا بيفكر كده شوف اشمعنى ايوه علشان المجهود كده اللي ورا هيبقى اكتر مثلا يعني